امبارح أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد اعتباراً من نهاية شهر رمضان المبارك لمدة شهر لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل ل40%، وده بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وحيث تتوفر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.